هو نموذج مبدئي لأول سيارة كهربائية جزائرية، مشروع تم الانطلاق فيه بكفاءة جزائرية، وسيجسد ما وصلت إليه الجزائر من تطور في مجال التكنولوجيات الصناعية، كما يعكس أيضا أهمية التوجه نحو التحول الطاقوي. هذا النموذج الذي هو أمامكم لسيارة كهربائية، حيث أن الهيكل صمم 100% بالمركز، التحكم في إطار الإنجاز، المحرك في إطار الإنجاز، والبطارية الكهربائية أنجزت 100% من طرف مركز البحث هذا ومركز بحث آخر. السيارة تم تطويرها على مستوى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أن يتم استكمال بعض الخصائص التقنية الأخرى المتعلقة بها. حاليا نقوم بإنهاء الدراسة في لابارتي إلكتريك، في الجزء الكهربائي. نقدر نقول على الجزء الكهربائي نكونوه من ثلاث أجزاء، اللي هو كاين لابارتي تاع التحكم كونترول كوموند، اللي هو راه في طور الدراسه لكي لاختيار المحرك اللازم لهذه السياره. بالنسبه للبطاريه هي منجزه على مستوى وحدتنا، هذه موجوده في سطيف، اللي هي بطاريه ديستيني لفيكيل الكتريك. صناعه سياره كهربائيه جزائريه خطوة أخرى يخطوها البحث العلمي في مجال الابتكار، خطوة تعكس أيضاً مدى تسخير هذا التطور ليكون في خدمة الصناعة ببلادنا.